السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة والطالبات الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله بنستكمل الدرس الثالث في مادة الحاسب الآلي، وهو بعنوان التعامل مع خلفية المنصة ستيج باك دروب ومظاهر الكائنات اللي هي الكاستمز. طبعا بنكمل مع بعض دراسة برنامج سكراتش. ناخد فيه أول حاجة شريط التبويبات. شريط التبويبات عندي بيتكون من 3 حاجات، أول حاجة سكريبتس وكاستمز وساوندز. طيب أول حاجة عندي تبويب اللي هو اسمه سكريبتس اللي هو الاول ده. ده بيعمل ايه يا شباب؟ قال لي ده بيتعامل مع اوامر المقطع البرمجي ومنطقه البرمجه، ده اللي بيتعامل مع المقاطع الايه البرمجيه. طيب تاني حاجه تبويب ساوندز جاي من اسمه، لا تش... ده بيشغل الاصوات وبيسجل الاصوات. لو عايز اشغل صوت موجود في البرنامج بشغله، لو عايز اسجل صوت كمان بسجله. رقم 3 كاستمز او باك دروب، بيظهر واحد منهم اللي هو كاستمز او باك دروب، ده بيتعامل مع مظهر الكائنات والخلفيه بتاعه المنصه. طيب بقول لي هنا ملاحظه مهمه، لم امتى بقى بيظهر باك دروب وامتى بيظهر كاستمز؟ عند تنشيط الكائن، لما اقف على الكائن بيظهر كاستمز، ولما انشط الخلفيه يعني اضغط على الخلفيه بتظهر باك دروب. طيب ده شريط التبويبات يا شباب، وادي هو اللي هو سكريبتس، وادي كاستمز، وادي ساوندز. طبعا دي اللي على الشمال دي اسمها منطقه الايه المنصه، ودوت هنا منطقه الايه البرمجه، وطبعا بنضيف هنا البلوكس ديت هنا اهوت عشان نكون المقطع الايه البرمجي. خلفيه المنصه هي الصوره التي تغطي المنصه وتكون خلف الكائنات لتضيف للمشروع الشكل الايه الجمالي، زي ما احنا شفنا كده الصوره اللي فاتت ديت عندنا هنا على الشمال اهوت. خلفيه المنصه هنا مالها؟ بيضه. ممكن نضيف اي طبعا خلفيه زي ما احنا عارفين من خلال الطرق اللي جايه دي. اول طريقه هي اختيار خلفيه من مكتبه الايه البرنامج، اختار خلفيه من المكتبه اللي داخل الايه البرنامج، يا اما ارسم خلفيه ببرنامج الرسام، يا اما احمل خلفيه موجوده عندي او اي صوره موجوده عندي داخل الجهاز، يا اما استخدم الكاميرا اللي موجوده في اللاب وابدا اصور صوره واضيفها كخلفيه للمنصه. طيب هنتعلم ازاي نضيف خلفيه للمنصه من مكتبه البرنامج نفسه. اول حاجه بضغط على الرمز اللي هو الشكل ده، شكل الصوره، هتظهر نافذه هي مكتبه الخلفيات اللي هي باك دروب لايبراري. بختار احد الصور وبعد كده بضغط اوكي، هلاقي الصوره اتضافت على طول كخلفيه. في بعض الملاحظات بيقول لي هنا عند اختيار فليب ليفت رايت بشكل بشريط الادوات اللي بيحصل بتنعكس صوره الخلفيه افقيا وكانها امام مرآة. تنعكس هنا فليب ليفت رايت. فليب معناها ايه؟ فليب معناها العكس، بنعكسها، بنعكسها هنا يمين شمال، يعني بيخلي اليمين يبقى شمال والشمال يبقى اليمين، هنا بعكسها وكأنها أمام إيه؟ مرآة. رقم 2 فليب أب داون، هنا بتنعكس الصورة أفقيا لفوق ولتحت، اللي فوق بيبقى تحت واللي تحت بيبقى فوق. للتراجع عن أحد الاختيارات بضغط على مفتاح التراجع. رقم 4 كل كائن يمكن أن يكون له أكثر من شكل، مهم جدا عندي، يقول لي كل كائن ممكن يكون ليه أكثر من إيه؟ من شكل. لاستعواد اشكال مظاهر الكائنات بعمل ايه؟ بنشط الكائن اللي موجود في منطقه الكائنات وبضغط على تبويب كاستمز، وبيتم عرض الاشكال المختلفه لنفس الكائن وانا بختارها. في ملاحظه مهمه جدا، يمكن اضافه مظهر جديد بشكل جديد لنفس الكائن، كائن ممكن اغير في شكله بالطريقه اللي انا ايه اللي انا عاوزها. ازاي ابدل بين مظاهر الكائنات؟ بنستخدم حاجة اسمها نيكست كاستم، أمر اسمه إيه؟ نيكست كاستم، ده موجود في مجموعة لوكس اللي هي مجموعة المظهر. طب لإظهار حركة الكائن بمظاهر مختلفة بضغط بنضع هذا الأمر بين أوامر الإيه؟ التكرار. أوامر الإتداد وتغيير نمط إتجاه الكائن. هنا عندي الكائن بتاعي لما يتحرك هلاقي الكائن بتاعي بيختفي بيخرج خارج المنصة. بيخرج خارج حدود الشاشه بتاعتي. لعدم خروج الكائن من المنصه بقى وجعله يرتد تاني لما يوصل عند طرف او حافه المنصه بعمل ايه؟ بنستخدم امر اسمه if on edge bounce. if on edge bounce يعني ارتد لما توصل عند الحافه. ده بيبقى موجود في مجموعه motion blocks اللي هي مجموعه الحركه. لحل هنلاقي مشكلة تانية، إن الكائن بتاعي هيرتد ولكن بشكل مقلوب، بشكل أفقي، بشكل رأسي، هنلاقيه بيرتد عكسي. هنضيف أمر اسمه set rotation style. set rotation style هنا بنعمل إيه؟ بنخلي الكائن بتاعي يدور ويبدأ إن هو يلف بشكل منتظم.
دي يا شباب كده القوامة الموجودة داخل مجموعة لوكس. وصلنا للجزء الثاني وهو الأسئلة. السؤال الأول، اختر للتبديل بين مظاهر الكائن المختلفة باستخدام نيكست كاستم من مجموعة نيكست كاستم مجموعة موجودة في أنهي مجموعة؟ طبعا اتفقنا طالما فيه مظاهر يبقى مجموعة لوكس. يعتبر برنامج نقط لغة رسومية لتعليم البرمجة بصورة مرئية، طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن برنامج سكراتش. يمكن تشغيل برنامج سكراتش من خلال نظام ويندوز فقط ولا لينكس فقط ولا ويندوز ولينكس معا، طبعا الاثنين مع بعض، ودي من مميزات البرنامج بتاعنا. رقم 4، الاختيار فليب اب داون بيقوم بعكس الخلفية بشكل ايه؟ رأسيا ولا افقيا ولا افقيا ورأسيا؟ طبعا بشكل ايه يا شباب؟ بشكل رأسي. وصلنا شباب لسؤال المتفوقين. السؤال بيقول أكمل نقط هو مجموعة الأوامر التي يتم تركيبها بترتيب معين بمنطقة البرمجة، ده تعريف ايه؟ ان شاء الله كده انتهى الفيديو بتاعنا، ونشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.